معنى آية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. تناولت سورة الأحزاب جانبا تشريعيا لحياة الأمة الإسلامية كحالها كحال جميع الصور المدنية، فتناولت الأحكام التشريعية التي تكفل السعادة والهناء للمجتمع المسلم، وأبطلت العديد من العادات والتقاليد الموروثة كالتبني والظهار وغيرها. لذلك يكثر البحث عن معاني آيات سورة الأحزاب، وبخاصة معنى آية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. تابعوا معنا. جاء في كتاب التفسير الكبير أن معنى آية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن هو استثناء نساء النبي صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين لما لهن من المكانة، فجاء بأن عذابهن هو ضعف عذاب غيرهن من النساء في حال اقترفن ذنبا ما، وأجرهن مثل أجر غيرهن، فهن كالحرائر بين الإماء. كما أن لنساء النبي صفة لن تكون لغيرهن من النساء، وهي أنهن أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين، والذي ليس كغيره من الرجال كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم لست كأحدكم. لذلك فإن كل من كان من خاصة رسول الله وأقربائه وآل بيته لن يكونوا كغيرهم من الناس. وجاء في تفسير القرطبي أن قوله تعالى لستن كأحد من النساء قيل فيه كأحد وليس كواحدة من النساء، لأن في نفي أحد نفي عام للمؤنث والمذكر والواحد والجماعة والمثنى. وقد اقترن هذا الفضل والاستثناء لنساء النبي الكريم بقوله تعالى في تتمة الآية الكريمة إن اتقيتن، فكانت هذه الفضيلة مقرونة أيضا بتقوى الله تعالى. وورد في كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أن الآية الكريمة تخاطب نساء النبي أمهات المؤمنين بأنهن لسن كجماعات النساء، بل هن صاحبات شرف ومكانة، فهم زوجات خاتم الأنبياء، ولا بد لهن من زيادة قدرهن ومنزلتهن وبطاعة الله ورسوله. فجاءت التتمة في الآية الكريمة إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أي أن شرفهن ومنزلتهن قد حصلت ولكن بتقوى الله تعالى، فلا بد من ملازمة التقوى، فبدون التقوى لا يعلو شأنهن بين النساء. وجاء بعدها النفي عن الخضوع بالقول أمام الرجال كما جاء في تفسير الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي عن معنى آية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أن الآية أبانت نساء النبي بين نساء العالمين، كما قال الماروذي أن الله تعالى خص نبيه بالكثير من الكرامات وهذه منهن، حيث فضل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم على نساء العالمين. يأتي هذا التفضيل لأربعة أمور، أولها أن الله تعالى خصهن بخلوة رسول الله وأن الوحي نزل بينهم، وثانيها أن الله اصطفاهن لرسول الله الكريم زوجات في الآخرة وفي الدنيا، وثالثهما أن الله ضاعف لهن الثواب من الحسنات والعقبات والعقاب من السيئات، ورابعها أن الله تعالى جعل نساء النبي أمهات للمؤمنين محرمات عليهم، فكان ذلك كله سببا لكونهن أفضل نساء العالمين.